ها بين أصلاب ورحم حيدر، أريد حيدر إمام اليوم. ها بعلم الذر والقدم ها بين أصلاب ورحم حيدر، ها حتى بدوار العدم حيدر إمام، حتى بدوار العدم ها وبجميع أقسامي حيدر إمام، وبجميع أقسامي حيدر، وبجميع أقسامي حيدر إمام، وبجميع أقسامي ويا خطوة الدرب، ويا خطوة الدرب، ويا دقة القلب، ويا خطوة الدرب، ويا دقة القلب، ويا دمعة التصب، ويا حسنين أيام حيدر إمام، ويا حسنين حيدر إمام، حيدر ها حيدر إمامي، ويا كل قطرة دمة، ويا كل قطرة دمة، ويا كل نجمة السماء، ويا كل قطرة دمة، ويا كل نجمة السماء، ساقي في يوم الظمة، ها ساقي في يوم الظمة، شلون أظل نظامي حيدر إمام، شلون أظل نظامي حيدر، إيه شلون أظل نظامي وقت عد لو بطل، ها شلون أظل نظامي شلون أظل نظامي، أنا سودن العشق، أنا سودن العشق، خوفي لا قلبي يطق، أنا سودن العشق، خوفي لا قلبي يطق، باسمك اللحظة يدق حيدر، باسمك اللحظة يدق ها باسمك اللحظة يدق، هاي حكمة مو قدر حيدر إمام، هاي حكمة مو قدر هذا بي الله أمر حيدر، وأعلن سيد البشر، وأعلن سيد البشر حيدر ما، وأعلن سيد البشر، وأعلن سيد البشر ها أخوتي ها، ها أخوتي ها، كل يوم العلي سر حبك تذيع، وكل فرض اللي يجي أعلن إلى البيعة، محمد نصب وامر النبي انطيعة، ها أخوتي ها مو قوية، ها أخوتي ها ها عدكم والي غير حيدر، ما عدنا بس حيدر والي، ما عدنا ما عدنا بس ما عدنا بس حيدر والي، ما عدنا بس حيدر، ما عدنا بس حيدر والي، إذا رايد بحشرك ما تحير هنا، إذا رايد بحشرك ما تحير هناك، اخذ صك الولاية من علي وياك، تفرح والله ما تحزن أبد عينك، يشفع لك ها ها، يشفع لك، يشفع لك ها ها، يشفع لك بيوم المحشر، يشفع يشفع لك بيوم المحشر، يشفع لك بيوم المحشر، يشفع لك بيوم المحشر، يا روحي يا روحي.
وكيلك وغرف بحاصر ذنوبك وكيلي وكيلي علي بالحشر انت علي 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 بالحشر انت وكيلي دخيلك لا عفتني شلون شلون بيا صلي على محمد وآل محمد والافراح رغم رغم الكل شخص منا والافراح نقيم اليوم اعيادك والافراح اذا علي بحبك والفرايح نقدم لك بعيد مليون مية صلوات الله صلي على محمد وآل محمد بعماي علي بعيدك رجع عيني بهاماي واحسن تاج لبهامك بهاماي علي مو بس إلك يبصيم بهاماي إلك أبصم علي بثنيين دي صلي على محمد وآل محمد أبو إبراهيم الكاظم يريد من علينا من علينا من علينا من علينا من علينا من علي ولا أهل الصفا أفضل من ولا أهل الصفا أفضل من أهلك إذا تحبك علي ما تحبك من أهلك والله عزتنا وشرفنا من علينا يا تاج الروس تاج الروس حماي حماي الحمية من أهلك من أهلك علي من هل اليوصل اليوصل من أهلك ولا أهل الصف أفضل من أهلك
لك إذا نحبك علي باكر، إذا نحبك علي باكر من أهل من هلاك نطب وياك، نطب وياك، نطب وياك للجنة سويا. صلي على محمد وآلي محمد. بيت وأختم. يا عيد الغدير الأغلى من كل عيد، يا عيد الغدير الأغلى من كل عيد، كل ما يجي لينا عهد ننطي جديد، بالعشرة نوقع له وللشفاعة نريد. ها أخوتي ها، ها أخوتي ها، من حيدر الصك نريده، من حادر السكن ريدا. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نذهب إلى مسك الختام بأقل من دقيقة مشاركة للشاب الجميل الجميل وأكثر جمالا بشار دكتور رعد، يتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآلي محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم، وأجمل ما يقال في هذه الأيام هو أن يثبتنا الله على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قالوا جننت قلت الحب جننني، وهل رأيتم محبا غير مجنون؟ لكن جنوني هو العقل الذي انعقدت به التكاليف والتشريع في الدين. إني عجنت بحب آل محمد مذغدت في الذر روحي وجسمي كان في الطين. وهذه الملائك هامت بالوصي كما هامت بمعناه آلاف الملايين. إن كان جن من يجدو بحيدرة فجنة الخلد مشفا للمجانين. قالوا جننت قلت الحب جننني، وهل رأيتم محبا غير مجنوني؟ لكن جنوني هو العقل الذي انعقدت به التكاليف والتشريع في الدين. إني عجنت بحب الآل مذغدت في الذر روحي وجسمي كان في الطين. وهذه الملائك هامت بالوصي كما هامت بمعناه آلاف الملايين. إن كان جن من يجدو بحيدرة فجنة الخلد مشفا للمجانين. أحسنتم، أحسن الله إليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مع مسك الختام، والختام مسك. يا حاضرا عيد الغدير لحيدر، يا حاضرا عيد الغدير لحيدر، انظر به عجاء إبل الأسرار
الشيخ حاضر كي يسرد لنا، فاسمع لشيخي أحمد الأنصاري. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآله، واحشرنا في زمرتهم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أرنا الطلع الرشيد والغر الحميدة، وكل نواظرنا بنظرة منا إليه، عجل فرجه، سهل مخرجه، أوسع منهجه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه، اجعلنا سيدي ممن ينادي في لحظات حياته وحتى بعد الحياة باسمي من نادته الأرضون والسماوات، وباسمي من اختاره رسول النبوات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اجعلنا من جنده وصحبه لكي نقوم ونقيم هذه الساعات والأيام والأوقات بولايته وبغديره وبإمامته التي نطق بها القرآن الكريم، حيث جعل إمامته وولايته إكمال دين الأنبياء، إكمال شرائع الأنبياء، وقبول أعمال الأولياء، وتتمة وإتمام النعم الإلهية منذ القدم وبدء الخلق، حينما يقول أول من خلق خلق نوري، أو أول من خلق خلق العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. فقيل ومن العقل؟ تارة وما العقل، تارة ومن العقل؟ فقال هو محمد المصطفى ووليه علي المرتضى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم الحاضر العجيب، وهو يوم 18 من الغدير، 18 من ذي الحجة، يوم الغدير، لغز، تعقل، تبشير، انذار، لا يعرفه ولا يعرف مداه أي إنسان خط خطه وسار هذا المنهج أو النهج، كمن مشى في جنة لا يعرف عرضها من طولها، ولا يعرف أشجارها من أكلالها. عيد الغدير لم يكن عيدا للشيعة
ولا للسنة ولا للإنسانية فحسب، بل إنما عيد القدير به اعتدل الخلق فيسمى بغدير الخلق، وإلا فاضت الحجيج بعد إكمال الحج 5 أيام أو 6 أيام، فاض الحجيج إلى أهلهم ولم يزوروا المدينة لأن النبي حاضر فلم يزوروا قبرا، وكانت تلك الحجة خاتمة الحجج لنبي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع. فكل من سار بطريقه ليومين أو 3 أنذر بالرجوع فرجع. عدد الحجيج ملفت للنظر، 110,000 أو 114,000 أو 100 وما يزيد عن ذلك 24,000 بعدد الأنبياء. رجعوا قالوا ما يريد رسول الله؟ قال لم أطلب شيئا ولا طلبت شيئا قبل هذا، بل إنما إرادة الله. وما يريده الله؟ قال لا أعلم فكونوا معي. جاء الخطاب إلى رسول الله، أفض واملأ عقول من يسمع ومن لا يسمع، من يخبر في هذه اللحظات ومن يخبر عن النقل بعد مضي الأزمان. أخبرهم بمقالتي وبأمري وقل لهم لقد كان آدم عنده تشريع السماء، نزل بالتشريع، وكان نوح عليه السلام أنذر بالإسلام، وكان إبراهيم الحنيف أنزل الشريعة الحنيفية، وكان موسى عليه السلام بن عمران أبان وأظهر الإسلام في زمنه حتى بلغ المدى إلى عيسى، وكل منهم كانت له حجة دامغة للأعداء وحجة رافعة لمن كان ينتهج منهجه، سواء من إحياء ميت أو عصا بيده يضربها ويبسطها على حجر فينشق الحجر وينبهل منه الماء، أو يضرب ماء ونيلا بضربة واحدة فيكون بدل الماء يبسا فتسير فيه قبائل اليهود. اشترطوا أن الماء الذي يحجز بيننا فليكن معدنا صافيا نرى ما خلفه، فصار كالزجاج لم يتحرك فكل ينظر إلى صاحبه. وجاء دور عيسى عليه السلام وما بلغ العمر حتى 36 أو 38 سنة،
والشيطان والشياطين تدور بأفكارها وبمطالعها المشؤومة حول الإنسان وحول العقل الإنساني لكي يضيعوه ولكي يبدعوا البدع كي لا يعبد الله، لا يعبد الله. طبعا الحضور في الغدير كان حتى من الأعداء، والحضور في الغدير كانوا ممن لا يستسيغون اسم علي أو اسم النبي، في رواياتنا وروايات العامة أن هذه الآية هي آخر آية عقائدية اجتماعية دينية تبليغية تبشيرية وتنذيرية على صدر رسول الله بملأ ما شوهد الوحي بهذا الجمع القفير والكثير. كلما نزل الوحي تارة يكون عند رسول الله من صحبه وتارة لم يكن، فهو يأتي ويبلغ. لكن في هذا الباب عرق النبي من علائم وحيه، يعرق الجبين ويكون في حالة كل من نظر هذه الحالة وقال محمد رسول الله بشر بالجنة. لا بالاتهام بالسحر أو بالتكهن أو بالتكذيب، من رأى محمدا بحالة الوحي لهذا الأمة المرحومة فيها جهات. فنزلت هذه الآية. العجيب هذه الآية ما نزلت بداية لشيعة أمير المؤمنين أو للإسلام والمسلمين، بل إنما جاءت الآية تشاطر وتبين الأمة، تبين للأمة مدى الولاية التي أودعت في هذا الإنسان. ثقل هذا الأمر الذي تجسم وتجسد بولي الله الأعظم أمير المؤمنين عليه السلام. شيء ملفت وشيء مذهل وشيء ما نطق به للأولياء أو الأوصياء أو الأئمة أو الأنبياء السالفين من أولي العزم أو أولي الخلق. لم ترى هذا الشيء نزل لا في إنجيل ولا في توراة ولا في زبور ولا في صحف، ولم يأتي في القرآن طيلة 23 سنة إلا ختم بها القرآن الكريم. كلمة بداية يأتي قدر الغدير، موقف الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم. إذن كان الدين ناقص. نعم ناقص، مو محمد ناقص، دينكم أنتم الذين تشيدون تضربون تجاهدون تقاتلون. إلى الآن الدين ما أكمل بالعقائد، ما أفرزت له العقيدة مجالا في القلوب، حيث يقول
من مؤشرات الأحاديث إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان فجعل وتيرتين فيه، وتيرة النفس والعقل، فلا تتكامل النفس إلا بكمال العقل، وإن لم يتكامل العقل فالنفس هي البهيمية التي ترضخ كما يرضخ بقية الحيوانات.